الله يحييهم يستر عليهم. الله يجزاك خير. والله إني فرحان بجيتهم، فرحان لفرحهم وسعيد لسعادتهم. الله يجزاك خير. ونأمل إن إحنا ساهمنا إن إحنا ندخل السرور على نفوسهم. الله يجزاك. وأبداً يبشرون مني كل واحدة الآن ما تطلع إلا بهديتها. الله يجزاك خير. ما تقصر والله. يا عبد الرحمن. هذا أد رئيسة المركز يا شيخ. الله يعافيك. شكراً تامي عدة ثاني، شكراً تابع عبد العجب العمال، شكراً تابع عبد العجب العمال. الله يكتب اجرك يا الله يجزيك خير. الله يعطيك العافيه. الله يعوضهم في الجنه. امين ان شاء الله. والدنيا فانيه والانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ان منحه الصحه والعافيه. الله يجزيك خير. وهم ان شاء الله ان فقدوا السمع او فقدوا النطق فما فقدوا الوعي، فيهم وعي وفيهم ذكاء. هذا اذا حافظوا على دينهم ووعيهم وفهمهم علاقتهم بالله، هذا هو الاساس، هذا هو الكنز الحقيقي. واما الجوارح فمعرض الانسان يفتقدها في اي لحظه. الله يعزك. واجرهم على الله سبحانه وتعالى. الله يعزك. واحنا واجبنا ان احنا ندعمهم، ان احنا نكون معهم، ان احنا ما نحسسهم انهم فئه لوحدها، بالعكس هم معانا ويعيشون معنا وما ناقصهم شيء. اللي معاه العقل ما ناقصه شيء. الانسان يمشون واحد بدون رجل، واحد بدون يد، واحد بدون، هذا الحياه. مهم مو بكل شرط الإنسان، لكن أهم شيء أنه تريكونه والله الحمد. الحمد لله. فهم كاملات والله يستر عليهم. جزاك الله خير. شكرا. أنا لما رأيتهم يعني لهم حق يعيشون الحياة مع الناس، يعملون مع الناس، يتوضأ، بل لهم الأولوية في الوظائف، أن يتزوجون، أن ينجبون. ترى يخرج منهم ناس فيهم خير، ويخرج منهم يعني لابد هؤلاء ما شاء الله. أنا والله فرحان وسعيد أنهم جاءوا، والله فرحان يا أستاذ حسان جدا. أدخلنا عليهم اليوم يوم جديد في حياتهم، شوفون بيطالعون، وعندنا استعداد نوظف منهم، عندنا استعداد نوظف منهم. اللي عندها رغبة أبد تستلم وظيفته، والحمد لله رب العالمين. على قدر طبعا إمكانيات المصنع، يعني ما إحنا ما بنوظف إلا عدد بسيط، لكن أنا أدعو بقية المصانع، بقية المرافق، إذا كان مهيأ لهم مكان بعيد عن يعني شوي ممتاز جدا وعندهم إدارة جيدة، الله يوفقهم إن شاء الله. شغلنا موظفات ونجحوا في تعبئة التمور. انتوا ان شاء الله يكون لكم فرصة ايضا، ممكن تجدون وظائف، واحنا عندنا استعداد ان احنا ندربكم، لا تقلقون، سواء عملتوا معنا او مع غيرنا. ما قصرت الان. نعم ابد، عندنا استعداد ندربهم مجانا من عندنا ونأهلهم للأعمال اللي تناسبهم طبعا. بإذن الله. بإذن الله.